وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن الممارسات القطرية تجاه بحارة البحرين تجاوزت القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وهي تصرفات مرفوضة وغير مقبولة. طبعا احنا في مجلس النواب نتابع بقلق بالغ واهتمام شديد للمعاناة اللي تعرض لها الصيادين البحرينيين من جراء قيام دوريات السلطات القطرية ما لحقتهم أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في يعني مناطق مختلفة في المياه الإقليمية البحرينية. احنا في هذا الأمر نعرض عن تضامننا مع المواطنين جراء ما يلقونه من تلك الممارسات اللي مستهدفهم حقيقة بالضرر، ضرر جسدي، ضرر معنوي، ضرر مادي، وتعامل تعسفي حقيقة، تعرضوا يعني تعرض حياتهم للخطر، حرمانهم من حريتهم وأمانهم الشخصي، كبرتهم خسائر مادية كبيرة، ناجمة عن تهديدهم في مصدر رزقهم ورزق يعني عوائلهم الوحيد، إضافة إلى أن هذه التصرفات فيها خرق لكل الأعراف الإنسانية والجيرة والأخوة بين أبناء الخليج الواحد.